أمامية وايس، وأول أهداف اللقاء عملها الموهوب، عملها سلوفاكي الموهوب باختراقة جميلة، ضرب التسلل اللي لعبه على خط واحد بسرعته بانطلاقته بتوقيته ثم ثقته في نفسه ثم مهارته الكبيرة جدا جدا، وبكل ثقة وبكل هدوء ينجح فلاديمير فايز اللاعب السلوفاكي في أنه يتقدم. يا سلام يا سلام يا سلام، ضرب التسلل بالكامل، طالعين غلط طالعين غلط، كان في تغطية من السويدي لكن فايز عمل فنت جميل ثم مهارة وثقة ويسجل أول أهداف اللقاء للإخويا. سرعة البرق الحقيقة انطلق ورقص مير فايز، عايز يحطها في البعيدة، عايز يحطها في البعيدة، والله حطها في البعيدة، لا 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 لا، الله عليك من تاني، تسلم رجليك من تاني، تسلم رجليك. السلوفاكي الموهوب بعد نزول إسماعيل محمد ودور الكبير اللي عمله في الجبهة اليمين وفي الخط الأمامي، فلاديمير فايز يسجل لقطة جديدة بخامس الأهداف. إسماعيل محمد حطها في مساحة جميلة جدا جدا، وكالعادة تواصل للثلاثي المرعب نامتاي والمساكني وفلاديمير، فلاديمير يحطها برجليه وكأنه حطتها بإيديه. فلاديمير أيضا